أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو عايز حاجة تانية. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا
عليك يا دكتور. اللهم انت مش عامل يا رسول الله يا ابا يا ابا يا ابا يا يا أبا نور النبي يا أبت إني قد جاء فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبا يا أبت ميلاد الليلة حلوة بالصلاة على حضرة النبي يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم يلا يلا يا شباب
لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له
الشيخ مصطفى سمعت والله مع الشيخ محمد سلامه مع الشيخ علي محمود يرحم انت سبب ان احنا نترحم على الناس دي. قول يا تاني بقى قول 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 يا عنا يا عدى قول يا عنا يا عدى قول يا جماعه قول يا جماعه واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم كما بدانا أول خلق نعيده. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله العظيم فقد إن في هذا لبلاغا لقوم العابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآل والفضل
الفضل لا يعطى لعلة عامل نزل إلهك عن سوى ومثال كم عامل في ظلمة لا يشهدك إن وساوس نفسه بخيال والفضل فضل الله يعطى منة بالحب في طه العزيز الغالي عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم كبير من أعلام دولة اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي مقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الدكتور أحمد نعيم.